خلاص يا سي مسعود، خلاص عاد متفقين وعلى كنت عاد تشوف باقي الجماعه. اه من جهتي يكون مطمئن. غرك تنسى بس. ننسى باهي والله، انا مانيش مروح لين نلقى نور نتفق معنا. لا لا لا، نوري على كلام البارح موتي كل شيء زعما. الخاطر الدالك والتاني ولا، الخاطر الدالك والتاني ولا، او التاني ولا، برمتي برم عنك تركتي خالة. بس شنو الناس، شنو الناس قولها قتلهم بوهم. ذاك كانت لو دار موجودة والنغمة معدلة على البياتي. حرام محرام محرام، إذا اللحن من فكري حرام. شنو العيلة، شنو العيلة، قداش بنتحمل، داروني زي كورة. حول يا هرودة من الدار هذه على خاطر السكان ما يتحملوش الموسيقى. حولنا كنا المسايرة باهية، أطلعوا اسكن في الدار اللي في جنان، نفتنا وأمرهم، واللي يسكن في المكسورة كنا فيها خيرة، مع الشاز بالعود في الحوش. بطلنا ديريك يا هرودة وما تديرش يا هرودة، ديرو ما تديرش، ديرو ما تديرش، شدير يا هرودة وش تدير يا هرودة. وبرا كيفاش منقولك مرة ما تعزفش الموسيقى في الحوش؟ أنا ما عزفتش، لودي جيتها من غير أوتار، من غير أوتار، وكان من غير أوتار. المهم ما تظهرش في العود وسط الحوش. علاش؟ على خاطر الناس ما يتحملوش الموسيقى ودوشتها. من غير أوتار الناس أعصابهم متوترة وعاش يفرقوا بين العود اللي بوتار والعود اللي من غير أوتار. لا حول ولا قوة إلا بالله، كنت نعتقد اللي أنتم تفتحوا بيا وتفرحوا لما تشوفوا العود في يدي والأوتار مشدودة وريشة جديدة وهذيك الألحان تنصب منها. يبينا نفرحوا ونفتخروا يا سي المرداسي، ما انا بالدوش اللي مقلق السكان ومسهر الكبار ومخوف حتى الصغار. بالعكس، نغم الموسيقى شذرات فرح وطمانين، ما فيش ما احلى من النغمه لما تحرك في الاعماق مشاعر الامن والمحبه. نغمه رعب، فرحه، سرور، سعاده. النغمه هي الحب، النغمه هي قوت الجعان وميه العطشان. كلام فاضي، عزف ما فيش وطلوع في العود وسط الحوش ما فيش. انا لينكم بطل عزف. اسمع الكلام من غير فلسفة زايدة. بالعكس، كلامي على الموسيقى ما هوش فلسفة. أنا من غرعون زي لحم من غير عكاز، وهذا علاش طوعتكم في الماضي. لكن حكاية تبطيل العزف وترك العود لأنكم طوعتكم فيها. طوعنا بالسيف عليك مش بيراتب، ما فيش حد يقدر يمنعني. احنا نقدروا نمنعه، وإذا كانت ما تبيش تسمع الكلام بعدين عندنا معاك حساب ثاني. حساب ثاني ولا ثالث؟ أنا ما زلت متمسك برأيي، وحتى احنا متمسكين برأيي. ومن اليوم يا تسمع كلامنا واللي نقولوا لك عليه الديرة يا نتخلصوا منك ومن عودك. انا اتكلم على نفسك يا سي المرداسي، لان اغلب السكان معجبين بعزفي مرتاحين له. وشوفوا عديلة قديش اعطاني عود بدل العيدان اللي تكسروا. هذاك ابو عديلة، لكن احنا مش زيه، فاهم ولا لا؟ يا كلمة وانا قلتها، انا لا يمكن بطل العزف، لا يمكن بطل العزف، ولا تشوه اطبخوه. ها؟ باه يا هرودة، تو تشوف نطبخوه وعينا نقتلوه، باه. دريت الأستاذ نوري عندها الحق لما قال لي رد بالك من هرودة وراك تخلي ولدك يحاذي. عندها الحق، مش بعيد غدوة وإلا بعد غدوة نجي حتى للولد شاد العود ونزل معاه غني. واحد زي هذا يا سي مسعود لازم من يتوقف عند حدا. فكنا من هرودة هذا يا أمر سهل. خلينا في موضوع. عندك الحق، موضوعنا أهم. بسم الله. هاي هات ما عندك. هاي نقول نوري صادق في كلامه معانا ولا غير
صادق وهذه عندك فيها شك، وبعدين كيف ما يكون الصادق اذا كان هو صاحب الفكره؟ ما تواخذنيش ما نقول فيك يغير رايه واللي يجس في النبض يجس فينا مثلا. لا 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 يمكن نريد الحاجه زي هذه ابدا. السبع دي لجيه من الزنايف سكبسان دمع المية أمي حدانا نايف وعقلي مرايف ونالليل ما نرقدانا من الزنايف تنسي ولا تهوني يا دارنا لا تنسي ولا تهوني اهنر علي يا دارنا لا تنسي ولا تهوني ترابك أمانة حملتها عيوني يا من علي يا دار مالتي. يا جايت لك يا معديلة. إذا جاك الطرب ما تبدل بالغضب يا بابا. أصدقت يا معديلة. لكن عاد أنت كثرت على ما وصوك. تقول غير مفطوم على الفن. الفن زي المية بالضبط. ما في حد يقدر يستغنى عليه. لا مثلي فالة يا سي المرداس. مثل البالة سي مسعود خلفكنا من قصها الرملة. قص؟ وشني هذا؟ جوز الرملة. الحاجة ماني. لا لا ما تخافش. الحاجة ماني راكدة في دارها. قول يا معديلة. ايوه. باش البلد شو بدي به؟ رجلي شوية اصلاحات على حوش العيلة. اصلاحات؟ علاش؟ كيف علاش؟ الحوش خدات الفوضى وبه للإهمال. الحوش يا جماعة قريب يضيع واحنا قاعدين نتفرجوا. وانت يا كلاباس حمل هم بروحك شنو هي باقي العالم ما يشوفوش في اللي انت تشوف فيه والا شنو؟ لا لا يا سي المرداس يا بارك باقي العائله عينه وكيل عليهم. مش هيك بالضبط وانما حاجه زي هيك. حاجه زي هيك بارك عين روحها بروحها ولا فيهم طلب منها من غير ما نعلم ابدا لهذا ولهذا. وانما حبي للحوش وشعوري بالانتماء ليه خلوني افكر في ترميمها قبل ما يفوت الاوان وندموا كلنا. وندم مش ندموا يا استاذ تكلم على روحك. اسمعك يا سي مسعود على خاطر يا ابو عديله المفروض يختصر تفكيرك على دارك انت بس. مظبوط ابدا بدارك ودنياها اللي تبني ان شاء الله تهدنها وتبنيها من جديد انت حر فيها. اما الباقيين ما خصكش بيهم وكل فيهم اللي يبني دارك ابو زي ما هي والا بيكريها هو يبني بيها. كل حد حر في رزقه. شو قاعدين تقولوا يا جماعة؟ تتكلموا جديات؟ طبعا جديات. الحاجات اللي زي هدية ما فيهاش تصرف. أنا كنت نحسبكم تمزحوا. ومدامكم تتكلموا جديات وهذا رأيكم فأحسن كيف تغيروه. واللي ولى من نفس الطريق ما تعبش. لا 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 بيننا واسع ما تخافش. بعدين علاش تبدينا تغيروا رأيي؟ على خاطر اللي في بالكم شيء لا يمكن يصير منا أبدا. برا برا. وشن هو اللي في بالنا؟ الكراو والبيع. يعني لا تكروا تكروا ولا تبيعوا. علاش؟ شنو المعنى؟ تقاليد العيلة والعرف الاجتماعي. يعني دخول الغريب للحوش والتفريط فيه. تقاليد العيلة والعرف الاجتماعي في تفريط العيلة. وبما أن احنا الكبار في العيلة فلازم كلمتنا تكون مسموعة ومطاعة من الجميع. في حدود معينة بس. مش في كل الأمور. وحكاية الترميم هذه ما ليكمش فيها الكلمة الأخيرة. سواء كبرتوا ولا صغرتوا. شنو ولينا مبارك في ذاك منكم ونصغروا. لا لا استغفر الله. لا أنتم مبارك ولا إحنا صغيرة نلعبوا بكم. وإنما أنا قصدي اللي بنقول إن أغلب أفراد العيلة وافقوا على الترميم. وافقوا على الترميم؟ من أول يوافق؟ أغلب أفراد العيلة. وأولهم بنت خوك يا سي مسعود. نعم. بنت خوي وافقة؟ أيوه. تبرأ وافقت على الترميم. توا هذا كلام يصير منا يا وعديلة. كان المفروض تاخذ رأي السي مسعود مش تبره. أنا مانيش عارف اللي خلاك تدير هيك. على خاطر رأي السي مسعود قدام رأي تبره مانيش هي قيمة. كيف يا الكل؟ ها؟ راش رأي مانيش قيمة؟ ما قصرتش ولا؟ لا لا ما تفهمنيش غلط. أنا ما نقصدش نهيني. يقول اللي رأي مانيش قيمة ما نقصدش نهيني. عجيب
ماش تقصد؟ اللي نخص انا دار مش باسمك انت، باسم تبرا يا سي مسعود. اسمع ولا باسم الشيطان، انا صاحب الكلمه الاولى والاخيره في موضوع داري، وعندك دمش المرداسي ورتبالك مش داري، هاي شنو ده؟ وحتى انا زي السي مسعود ها؟ رد بالك تقرب جهه الدار ولدي والا بدي راهو بعدين يا بعدين ما حصلت طيب ها؟ ها هو وقفتك ها؟ ما يحصلش طيب، وش اللي ممكن يصير؟ يا الله حال عيلة عيلة وكل حد ماشي برايه وما يهمه في شيء غير مصلحته. نفسك واللي يتكلم يقولك مش شغلي، اخطى راسي وبص. عيلة زي حزمة الكرناف، تلايمها من جهة هادي تتصرم من جهة ثانية، والحل يا ابو عديلة الحل ترجع الحزمة زي ما كانت بالقوة. الكرناف ما تسويش إلا بالقوة. لا يا بني، القوة ممكن تلين الحديد لكن ما تسويش الكرناف. أمال عليك بحد السير، أربط وقيس ونجر اللي تتساوي الحزمة. الكرناف ما تحملش النجارة، وإذا كان بدأت تنجر فيه ما عادش تلقى ما تربط. شنو الحل في رأيك؟ الحل في رأيي ترجيع الحزمة زي ما كانت، مساوية زي سنين ومش مستحيل. فات الأوان وما عندكش وسيلة باش ترجعها. الحب ممكن حقه المستحيل ونعوضه اللي فات. الحب لغة الشعراء وسلاح الضعفاء. بالعكس، الحب مبدأ غاية وهدف. الحب الحقاني هو اللي ما يقولكش أنا الحب، ولا مخليك تحمس وتشوف مضمون الحب وعمقه في كل تصرفاته وأفعاله. الحب يا ذهبي هو اللي خلاني أنا وإنت وباقي أفراد العيلة نصمموا على ترميم الحوش ولا نغال. مظبوط يا أبو عديلة مظبوط، بس أنا مش هاضم هالحواسس اللي سي طوابي ما بين شراكة خوط. عشان رأيك لو نبدو بتخطيط؟ لا، علينا قبل نفكروا في لم الشمل وبعدين نتحركوا. وتوا تعال معي عندنا مدير. خلاص لا يا أبو عديلة، أنا عندي مشوار 5 دقايق وبعدين نرجع. ردبان فاطرة لي استنى فيك. هو نجم الخافي مش مرتاحة، هو انا خشيت حدود عشاء بلوك. تحدي ربي العشاء بلوك
حاجة. إن شاء الله ربي يكمل ومعاش نشمح لها وجه. ما هو قلنا الحق مش كويس يا حاجة. اسمعي لو نشد على حد قليلة ماشي الحش عمها ضوء بها يا معقولة تشوف واحدة صدفة وتطمع بجوازها هيك بكل بساطة؟ أعجب أعجب لهبال هبال؟ وعلاش هبال؟ بعدين شني؟ يتجوزوا خير مني؟ طبعا لا. وبعدين شني يمنعني من الجواز؟ شنو يمنعك من الجواز يا هرودة؟ شنو يمنعك شنو؟ ايوه هما العادات والتقاليد ما فيش غيرهم. لا وشني دير مال يا هرودة، دير زي الناس يا هرودة، دير ودير يا هرودة، دير هيك يا هرودة وما تديرش هيك يا هرودة، دير ودير دير ودير. خذي يديك في رقبتك يا هرودة. من الحاجة؟ يا مساء الخير يا حاجة. طير يفتح راسك. يا سلام يا سلام، ديما صوتك موسيقي حتى في الدعي. داتو بدات ندخل ميه، ما تقوليش خرج هيك وانا تمشي تنقطع رقبتك تتكلم خرج اسكت. مش قلتيلي ما تكلمش؟ هذا علاش اسكت؟ تنفيذ الاوامر. يا سبحان الله شن هالمخلوق، ما يعرفش الواحد كيف يتفاهم معاه. اسم الله شنو قاعد نكلم فيك بلغة نسيك مرة؟ يا كبدي يا ما بعد نك على ابو حمار. شن خصك يا حاجة؟ ولا حد انت ما تبينيش نطلع لوسط الحوش بالعود؟ طب وش ندخل العود في الوسط؟ يا ودي خلفك نكلمك طول تكلمناهم. معلش يا حاجه معلش، هذا طبعي لاني نهوى الهندسه وانتي يا حويجه ما تحبيش الهندسه. بديت ما تخلو ميه. اسف اسف اسف. قولي شو كنت تديري؟ جات نشوف الغربه اللي في كراع الاستاذ نويره. عجبتك ولا لا؟ مجهودات. علاش لازم يجي مسكرة؟ لا انا وصلت غادي سمعت المفتاح في الحوش ما سحبكش عاد انت. لازم خفتي عشا قلوب ولا نوري؟ جاب دمك الله جاب دمك ان شاء الله عشا قلوب ما تجيش دم. سكينك في عرسانك هات التوكين. هات توكين؟ توكين شنو؟ نعم كيف توكين شنو؟ تلا ليش بعتاكو حق؟ ليش بعتاتك عمتك الحاجة يا هرودة؟ ليش ليش؟ أيوة بعتيني لبنتك أمل. مزبوط. وليش بعتاتك لبنتي أمل؟ بس نجيب لك منها الورقة. مزبوط يا ورقة. والورقة وين؟ والورقة هي فاق دلاء. هاتي أغني اللي بلحنها. أغني يا فرحتي بيك يا فرحتي بيك. ثم لو أنا التوكيل اللي بتجيبها من بنتي أمال لازم تكملها لورقة لا ملف. ثم لو ما مشتلهاش مشتلها وما لقيتهاش مشت عليها الجيران قالوا مشت العمل وخايف ما مشتلهاش بالعمل. شو قالك ما مشتلهاش؟ مشتلها وما لقيتهاش. ثم لو ما مشت مشتلها ما مشت ومشتلها مش بالخوة هكي هكي ما نعرفش ليه هدي لعبش كده. مشت وين مشت وين مشت مشت أيوه مشت بزيارة الأطفال لمصنع البشكوتي. نعم هيا بتقريهم يتفقى لا تتفسح بيهم. طب وغير ليش هالزيارة شو فايدتها بس؟ كيف شي فايدتها يا حاجة؟ ما تنسيش اللي بنتك أمال مدرسة وزيارة المزارع من الأساليب التربوية الحديثة. ديت ديت بس الله ريدك إن شاء الله سكرها فوشك.
تعرفيش هذه مش هي. من هي؟ شوفوا جم الدمك ان شاء الله. اوه جلال، يا اهلا وسهلا. وين الغابه؟ كيف 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 الدنيا؟ كنت مشغول شوية. ما بين المزرعة والعويلة. أول ما وصلني الخبر سايب كل شيء وجات ميزي. خبر؟ خبر شني؟ خبر ترميم الحوض. وأنت جلال زعم اللي بيرموا ولا ضدهم؟ ضدهم؟ كيف؟ مش ناس تقصد. قصدي شو رأيك في الفكرة؟ شنو رأيي؟ هو علاش؟ إنه مش عارفين رأيي. ومين نعرفه؟ من نوري؟ نوري؟ وأنت رأيك من رأي نوري؟ لا 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 لا، مش من رأي نوري في الموضوع. لا ما بلغت رأيي. باش يقول لك بعدين. وشن قلت له؟ قول لي بعدين. قال لك جلال أني معك في الديرة. معقولة نوري يوصي كلام زي هذا لبعديلة؟ وعلاش ما وصلت؟ يلا نية. معقولة بعديلة أو نوري يوصي كلام زي هذا لبعديلة؟ شن المال؟ في حاجة؟ في حاجات. قولها نوري باشا ضد فكرة الترميم. نوري ضد فكرة الترميم. لا شوي استنيتها رجاش. ليه يمر عطول. قول خلي مرة ليه تحوش. بل قصر لجمه. شوي قالوا لي جاء واحد سمصار طلع معه. لازم حصي كاية الإدارة. هذا على سطاع مع سمصار. لك نقولي. كيف تعرفت؟ انه هو بيكري دار ملحان شمنان. هو منان دار الخلطة بيتها وين نوري. صحبة سيدة يا سيدي. وحثية شبهت فيها تخطط باش بيها دارة. كيف عرفت؟ لانها طلب التوكيل من بنتها في حصتها في حوش العائلة. توكيل؟ ايه يا ودي ما ظنش. أمال فتاة متعلمة وما اعتقدش تنجر ورم. إن شاء الله. لكن كيف؟ هرودة وين هرودة جلال؟ هرودة وين؟ غير سلم قبل. هو والله ما عايز تعرف الناس. اسمع شوي، نبي هرودة ضروري. تعال شوف السارون. الحمد لله لقيتك. البس نظارات داهي بس اصبر. مش وقت بصالح هرودة. يلا تحرك الجماعة يا السنوفي. وخلي كواتي وين قاعدين؟ ورفش عم الضوء. مع السلامة يا دار. استنى خذ العود معاك. لا معلش، على خاطر العود اللي عندي من غير اوتار. عارف، لكن اخيك يعجبك. جبتك عود جديد معاك. بس عاد نورها الليلة. شكرا. مع السلامة. قول لي يا سي جلال. شنو حال المشاعر والاحاسيس؟ زي الوقت. ما وقفتليش. ايش وين نقول لك؟ ايش كلهم جماعة لي يستنوا بارون. جماعة هذا بعض الزملاء والاصدقاء لهرودة. ولا شبوا. قالوا عندهم عملية تفجير قوة. يا مات! ما تخافش. خلي تدخل قصدي نقول عندهم عرس. عرس؟
دخل القنبلة بالعرس. ما هو القنبلة اللي المقصود هني هي العرس نفسها. كيف هي العرس نفسها؟ معقولة هذه؟ معقولة نفسها وخمسة يا أخي، لأن العرس في الوقت الحاضر عبارة عن قنبلة اجتماعية. الله يسامحك، الهلاف العبد بعصافي وخلتني فكر جدية القمدة. مع ذلك انت صادق في تشبيه. ليه أنا كيف انت تقول لي انا قال عنده موضوع مشغول به يومين هذا. لازم موضوع العرس. مبروك مقدمة. مبروك. الله يبارك فيك. ولو ان الموضوع مش موضوع العرس كيف مش موضوع العرس؟ مهم انا شو هو الموضوع المشغول به؟ لازم عنده مسرحية جديدة. ما له مسرحية حاش العيلة. حاجة زي هذا. شو انا تقصد؟ نقصد ان بعديلة مشغول يومين هذا بموضوع تاني مشغول. وأظن أنتم عارفين العيلة كويس وعارفين المشاكل اللي استضافها بعديلة بخصوص التلميذ. كيف لا؟ أنا شخصياً عندي علم بكل شيء، وعارف حتى المعارضين وأولهم الشباني عندي. كيف إيش الشباني عندي؟ هذا هو، هي حتى عنفك الحاسة مش موافقة على التلميذ. غريب. فيه. تعالي لي شوف العرض بالحال هديه ما يوافقش على الترميم. هذا كله من نوري، قلب لهم تفكيرهم وعبالهم راسهم بالاوهام. انا ما اعتقد ان نوري هو راس الحربه، لكن المفروض الجماعه يتصرف حسب تفكيره. حتى ابو عديله هذا راي، لكن اغلب الجماعه مش موافقين عليه. خلوهم يوافقوا. لا لا لا، حكاية القوة هذه هو عديلة مش مقتنع بها. كيف مش مقتنع بها. ليه ماشي. هي تجي معاي. يعني والله نجي معاي. وما حد يندرى لحد اللي مس اليد اللي مس الصبع مس اليد كله. السلام ما كان يصدق اللي كان المتى هذا كان شعر الحوش كان زمان يا تبرى. اما شعار اليوم معروف، نفسك نفسك، واللي تكلميه يقول لك مش شغلي. اخذ راسي وقص. يا خساره، انا مش عارف ايش اللي خلى العيله ولد زي حزبه الكرنات. اطماع وجسر النذر والفهم المشوه هما اللي شكوا شمل العائله. عندك مثلا الحاجه مناني، هاي قاعده تجري ليل ونهار باش تخدع بنتها وتحصل منها التنازل في حصتها على الحوش. وعندك مثلا عمك المرداسي، خير عمها المرداسي. اذكر السيد يحضر
اذكر الصيد والا جبنا سيره القط. ما يفرقش يا سيد مرداسي، على خاطر الاثنين متساويين في الشكل. وجود القط بشكل صغير هذا درس للاسد. تبدا باش كل ما يشوف انسى غروره وتعاليه. تبدا في مدغ الميه. ها تبرع شنو هاي قراطيس؟ هذا شويه حاجات لبعديله لازم قتل. لا وانت صادق، شويه ادوات لترميم الحوش. وعلاش ترمم فيها سيدي؟ وش يبغى يرمم فيه؟ سي مسعود عنده الحق، ما يبيكمش التعب وروحكم، على خاطر احنا خلاص صممنا على البيعات. نعم نعم، صممت على شنو؟ صممنا على بيعات حوش العيلة، يعني الحوش بينباع. حوش العيلة بينباع؟ معقولة هذه؟ خازم يا جماعة بنتو. علاش يا بنت؟ علاش؟ على خاطر بنبيعوا هالخربة اللي رايحة زي قطور الأرانب؟ مهما كان هو صحيح الحاج محتاج شوية عناية، لكن مش معنى هذا يفرط فيه بسهولة هذه. اللي فرط فيه يفرط في نفسه. لا يتعالي معي يا تبرا. هل مدير؟ باهي باهي عندك السي مرداسي؟ خليهم يديروا اللي ساعدهم، وتو يجيلوا استاذ نوري ونشوفوا. ما تموت الا شبان. خير يا سي مرداسي؟ لا باس. وين لا باس؟ وينه الخير؟ وينه والانسه بتلزنا من الحوش. توالي الحوش يا سي مرداسي، هالخربة اللي مولية الجبال المهجورة بتسميها حوش أم تواضع؟ الخربة اللي تحكي عليها كان لها الفضل في وجودك، ولا تنسيت اللي عشت وتربيت تحت سقفها؟ يعني مش عارف شو تبي مني بالضبط. بعدين اللي جاي بنتفاهم مع باقي جماعة، انت ما عندكش معي كلام. بالعكس، التانيين هم اللي ما عندكش معهم كلام. إذا كان عندك ما تقول تفضل. يعني مش فاهمك ومش عارف شو تبي مني بالضبط. اللي بيه بعدين شيء واضح ومعروف. والله احنا مش عارفين. تقدري تقولي لنا على شنو انت؟ اللي بيه بعديلة هو الشيء اللي نبوحني، يعني الشيء اللي ما تبوسي انتو. والله ما فهمت حاجة، فكينا من الغاز وتكلمي بوضوح. بعديلة يا بلاي كلها تكون مهتمة وحط دهن في دين بعض يعم الحوش. حكاية لمة العيلة هذه حاجة ما هيش بيد حد. استقت يا سي المرداسي، الدنيا تغيرت. مظبوط، وابدأ مني من يوم ما تزوجت ما شفت إلا واحد ولا اثنين من أقاربي. وكيف يصير من لما؟ لما في جورة مش طلبت بين أسر العائلة. لا، هذا مفهوم سطحي. لما اللي نعنيه يعني ما تأثرش فيها مشاغل الدنيا وظروف الحياة. لما في جورة ترابط جوهري مش ارتباطات مصلحية. نرجع للفلسفة. أسلوبك هذا يا أبو عديلة هو اللي ما خلانيش نفهم. مش غريب إنك ما تفهمنيش، ولكن الغريب في الأمر لو أنا ما فهمتكش. على العموم نقدر نعرف سبب الزيارة الغير منتظرة؟ شنو هو؟ زيارة؟ ونجي الحوشة تسمى عندكم زيارة؟ هذا إذا كانك كنت تحب بيتك وتحس بالانتماء لي يبدأ كلامك معقول، لكن أنت سوي تكبر وتعالي على الحوش وعلى اللي فيه. ولهذا أنت تعتبر ضيف؟ نعم نعم ضيف. أيوة ضيف، والضيف ثقيل الدم. والله صار هيك يا تبرة هالي. أيوة وطني كلامي واضح ولا عندك اعتراض؟ تبرة؟ ما تغلطيش. تبرة مش غلطة. كيف مش غلطة؟ ما تنسوش من نوري وانت عمك. هذا مش ناكرينه، لكن مش معنى هذا اللي تصرف الحوض زي ما يبي. فعلا على خاطر الطريقة اللي ماشي بها نوري توا تحرم عليه حتى تدخل الحوش. بسيطة، انا مستعد معاش نخش الحوش، مش مشكلة. اشرو مني ولا بيع حصتك. احنا يا نوري باش هنبيع ونفرط في اي جزء من الحوش. مرة خلاص انا قررت من اجر داري ومن غضب الاستاذ مبرطاطا يكون جاكم. يفتح الله لابو بردان لابو نصران حسن هيدا لا يريد اطلع حتى غريب. انا صاحب الكلمه الاولى والاخيره في موضوع ذلك، وانا بلغت القرار. وحتى ناس زي الاستاذ نور يا مو غدوه يرزكم السكن جديد. حتى ناس زي بالسيف عليك وعلى كبره هاني ما وصل بعدين. عال 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 عال، اذا القرار جماعي وعليك تفاهم مع السكان الجد في موضوع الترميم يا ابو عديله. يا خساره يا خسارة، أنا رغبتكم هذه حلم لا يمكن يتحقق، وأنا واثق من أنكم ما تقدروا تديروا شيء. والله إحنا قررنا وبلغناكم رأينا. رأيكم وراك كثير في الدار. رأيكم ماليش شيء وش عندي؟ يعني بتلزنا يا أبو عديلة. أفهم هذا تبي؟ هذا اللي ناقص. قام ورزان. معلش، لكن لما خليتك تندم على موقفك هذا يا أبو عديلة ما تسماش نوي. ما فيش نوي في مقدمة. وأنا مستعد أدفع الثمن،
ولا شفيكم يا مهدي. وخير شجرة ليلى الكبيرة ما شاء الله وصلها معبي الدنيا لحد وش اللي شغله الأغصان؟ خير الله صار هكي خشيت بعد اللي طالعين يعني يا مسترقين بصراحة يا بديلة حاجة تخوف. شن هي الحاجة اللي تخوف؟ الأغصان كل ما نفكرها ونفكر نفع الشعب اللي هو الشجرة ما يفتحها العرض يحس لحمي نوت شوك شوك والدنيا تولي سودة ونرى ما نمضي نغمض عيوني ولما نفتحها من ألقى حكاية مجال التخيل نفرح. تضحك يا بعديلة شارك ما فهمتش كلامي. معقولة هادي اللي فهمت قصدك من اللي ذكرتي كلمة البدل الشعر وهذا علاش ضحكت لأني ما كنتش نعتقد اللي تفكيرك بسيطي لهالدرجة هذه. تفكيري هذا بسيط كيف؟ انت تصورتي شجرة وتحتها فاس وشاتي نفسك زعم الفاس من غير هراوة يمكن يرفع الشجرة. فكرتي وقلتي لا الفاس من غير هراوة لا يمكن يرفع الشجرة. وبعدين فكرتي في الهراوة وعرفتي ان اي غصن من غصان الشجرة يمكن يكون هراوة للفاس يمكن من قطع الشجرة اللي هو كان جزء منها. ومع استمرار تصورك للحادثة تحول تصور هذا الى شعور يعتمل بالبطء ودج في اعماقه بمجرد تفكيرك لابسط الاشياء المتصله بالمعنى الشعبي. وهذا ليش نضحك ولا نغالة؟ مزبوط غريبة قلت اقرا في افكار باهي وما دامك فاهم هذا كله كيف تضحك من تفكيري تقول عليه بسيط؟ لانك نسيتي تحددي بالضبط الشيء اللي ممكن تخافي منه. نسيت؟ شو هو اللي نسيته بعديلة؟ فكر في اليد فكر في اليد يا تبرة الفاس حتى ما هوته ما غير يد تشده ما يخوفش. فكيف؟ شو تقصد يا بعديلة؟ بعدين تفهمي قصدي وتوا اتعالي معاي خلط الشمنت عند مدير وزوجك. بعديلة لا والمرة يسمع علي فهم قصدك يا بعديلة. معلش بعدين تفهمين زوجي خلط الشمنت دول جيني الشجرة والغصن والفاس والهراوة واليد والعين حزمة الشمال مزبوط 100% هذا يقصد عليه. وش اللي يقصد بعديدة يا تبرة؟ هذا ما تفهمهاش من غير شك. معليش يا حلة تفهمين وجهة بسيطة يا كبدي. كنت متكلم أنا بعديلة في موضوع على مسرحية جديدة. مزرعية؟ وش نسمها مزرعية؟ شمس بالحطينو؟ لا نسمها حش العيلة. عد العيلة؟ ايه هو خير العب على حش العيلة شنطاق بيه الدنيا عشان كيف اسمي بالحش العيلة نفسه محبة يا حاسة. بالله سامحيني بلادك بعديلة تفكرت حاجة بنقولها. وش اللي تفكرتيها؟ حاجة تتعلق بالبلاد الدرامي. درامي يكتبسي أما أنت يا وحيدة. ودرة إن شاء الله. يا لدي كنت خلها ما العطف الزعمة يد والله أمه تخلي الواحد يبكي شيء نعب عليها نستنى فيها لكن مديولة يا تبدي لمدة ما عندنا الهفيان أسأل ورد يا حويش ما نبكي شيء لورد حويك هاي برد ما تقوليش ما تقوليك كنت عند عمي ضو ما لا ما شفتش راجل بنتي لا ما جاش قالوا مشي يتفرج على المباراة. مباراة هذا فاش فالح وقت كنا مضيعة كان على الكورة وبدي أمان ما شفتهاش. لا شفتها شفتها وين؟ آه ما حد هي حضرت معنا المحاضرة عند عمي ضو وما قلت لهاش يا بابا اللي فيها قلت لها قلت لي ارخي ما تعدلش. نعم قلت لي ارخي ما تعدلش بنتي يا مان ما تقولش كلام زي هذا لازم انتوا قلت لها علي كلام مش بحو. يا سبحان الله شنو الناس تقولوا من الحق يطلعوك كده
أنا قاعدة في الحوش تقدر تمشي لها بروحك. مش أنا نمشي الحوش، شو خايفة منك والله منها يا حسن، ريحتي ولا لا؟ زود زود شوف شكون زود. على مو مش هي. غير زود أنت تسكت فيها. تفضل تفضل، أي خدمة يا نعم يا أخي. منو يا هرودة؟ واحد من عرفاش بدها تفضل قال لي أحلامي. أحلامها؟ وأحلامها شو يدير عندنا كل يوم شو يشوفها في السوق اللي ورانا. شو الناس يا أخي؟ قلت لك برا شوفوا في السوق اللي ورانا. شوفوا في السوق؟ هو ما جاش اليوم. لا ما جاش يا خير، يا ليت تقف واحد فينا. صغير بس انا ولا شيء يا مال. احنا ولا نجوا على المنطقة. عندك الحق. لكن انتم متأكدين اللي هو في السوق؟ لا بالضبط لا، وإنما مجرد تخمين ليس إلا. الله والله ممكن يكون تخمين حق من يعرف. خلاص ثم انا طول يفوت عليه في السوق، واذا كان عقد الله يفوت يجيني في القهوه. وين نقول هالشيء؟ في القهوه. خايف انه ما صلح. لا غير قصدي يعني انما انما يعني انما شنو؟ شنو في حاجه؟ لا ما في شيء، غير قصدي فما قهوه تبي يجي. في القهوه تتاكل فيها هذيك. شن غريب عليك الكلمة في القهوة وين الحصية فيها وين ما؟ لا لا عندي فيها واو 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 شنو الأخر؟ واو قصر راس كنتي حويجه وراس أمي ما هو بنعش راس ولا هي كنتي عارفاتك جهوة؟ يعني علي بتراشك مش كيو؟ لا مش هذا قصدنا بالضبط. لا يعني هني قصدوش ان انت متراشك بالحق. لا ما شو تقصد؟ يعني قصدي إذا كانت بيه ضروري يعني ما تدورش في القهوة. والله من بيه ضروري عامل فيي معروف كل كيف نقرا وتروشك هذه والله صحيحة. أنا نقول أيوة قلتها برا صغرة في واحدة من الحوايج سيلو قريزة بالطب يا هرودة قاعدة تلقى منها هلبة. أنت سيلو نلقى منها هلبة الحمام الحمام؟ وين قال لكم اللي جاي يدور على الحمام؟ انت انت مش قلت ايه؟ مش قلت نبي حمامي ضروري يجيني في القهوه؟ يا سلام وكيف استنتجت تقولي اني عاد جاي ندور على الحمام؟ من كلامكم اي من كلامي معاك وكلامي ايه؟ علي خاطر لما طقطق الحوش قلت انا لهروده اطلع افتح اطلع هروده افتح الحوش قال لك تفضل قلت لك انت حمامي يا اخ. يا سلام يا سلام على الذكاء ما قصرتوش. انا يا جماعه قصدي بكلمه حمام يعني روحي يعني روح حاجه. نعم هو قصد على روحه. قصد على روحه. انا ورص ما تراني ما فاهمه حاجه من هالورقه هذه. اصبر شويه تو فاهمك. ممكن توضح شويه يا اخي؟ توضح شويه. شوفوا مثلا ما خلتش دورة في المحل الأمية. معليش معليش مو الكتاب اللي فهمتنا ماشي قري. أحسن أحسن مش مهم يا سيدي. المهم إن نقصد كلمة حمامي أعلي روحي. يعني لما كلمتني أنت وقلت لي تفضل أي خدمة يا وسكتاب كملت لك أنا اسمي وقلت لك حمامي يا أخ. يعني أنا اسمي حمامي. إن شاء الله أفهمت تو. حمامي حلوة حتاتي يا غادي كمالينا. وحنا يا كبدي. في الوقت اللي جاي ندور على الأستاذ نوري. نعم نوري. نوري. حتى ليه قاعدة نستنى فيه؟ طالع عليه بنمشي. غريبة هالحكاية. شنو هي اللي غريبة يا أستاذ؟ الطريقة. طريقة شنو اسمك؟ طريقة الأستاذ نوري في مواعيده. هو نوري أعطاك موعده. طبعا وقال لي من جيت أنت جماعة كله. جي بابا الأستاذ ميرا. أيوة. كل عبدك حاجة توجي له بابا. قولي متهني يا حوجة. صرا اعطاك نوري موعد ما هو؟ ايه رودة رودة عجل عجل بس بس لا بس 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 احمامي انت تعرفه يا عيني والله هذا اكبر بروان لو شني صاحبه في حجرة نشبني عليه انا فكرة منها متعدلش عليه بس لا تعدلش عليه بس يا استاذ احمامي انا ما انا طالع الجنان وتوجي بالي ابو دينا ايوه ابو دينا تلزم خدمه اهلا 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 لا استاذ كيف حالك يا ابو دينا الحمد لله وين جيت طيره بك انا والله الحقيقه راني جاي للاستاذ نوري ندور ونبني وكيف بدات فاهمه انا وردات حتى وجدت في طرفها هيا هيا دقيقه دقيقه بس هيا ما تعدلش عليه يا راجل بس ما تعدلش عليه في كلامك لا
شهاب انت ما تقوليش يا ابو عدينا خيرك بس ما تعدلش عليه ما تعدلش عليه ما تعدلش عليه ما تعدلش عليه عليه وما تعدلش عليه علينا ما تعدلش عليه عليه تعدلش عليه يا عيني خيرك يا ولد الناس اي والله كابسني وموقتوني خلاص وعدت اخطاص عليه ما تعدلش عليه عليه وما تعدلش عليه عليه لو تنشدني نقول لا ما نخشى مسؤول الحق ولا بيزال ومهما قال عليه وما تعدلش عليه ما تعدلش عليه عليه وما تعدلش احنا بهالبرواد وعقله ودينا المال احنا بهالبرواد وعقله ودينا المال او خالد بهبال وعقل البعد عليه وما تعدلش عليه ما تعدلش عليه وما تعدلش عليه يا الله ايه بقواتك يا ابو عدينا والله يا سلام يا رجل عندي وقت تعرف نقعد معاك في النقد والصبر لكن الله يخسرها مستعجل شويه هيك مالك سمع هو هذا الحوش ما حوش حوش اللي جاي على خاطره يا ابو عديله شوف وين ماشي انا جاي وين ماشي نطلع الدور الثاني نعم نطلع الدور الثاني وبتطلع الدور الثاني هيك بكل بساطه وما تشوفش في هالتقسيمات والالوان شوف فيها ويخفي عاجبتي والله باين لها تقسيمات والوان بديعه يعني. انت ابدع صار تقسيمات والوان بديعه ما هو لا وشني عاجباتك وللناس بما يعشقون مذاهب قصدك السن الطب والله صار عاجباتك لا والله عاجبتني وكويسه يعني وشو رايك في هالتقسيمات والالوان؟ لا هو الحقيقه ممتاز جدا يعني ما فكرتش لا لا ودي في سبب وجودها ليش تعرف يروح ليش؟ إيه؟ انا اللي يهمني انها موجوده أيوة. ويكفي المتع نفسي بمشاهدتها وبس يعني مو في قول لي يا سلام يا سلام على الروح الفنيه يا عيني قول لي الاستاذ باين عليه ما يحبش يتدخل في امور غيره لا 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 وهيك زي ما يقولوا السياسيين ايوه من السياسه الا تتدخل في امور احد ايوه الراجل هلا لنفسك قلت لك ما دامك ما تحبش تتدخل في امور غيرك فاحسن كيف تدفن الشر درجه ايوه وتجنبنا المشاكل أيوة. مشاكل ايوه لا 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 وخيكم مريض نفسانيه والمشاكل تعرف فيا راهو أيوة. انا كنت يهمني اني ناخذ فكره على الحوش بس لاكل ولا اقل نعم 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 تاخذ فكره على الحوش شنو علاش ولا رزق بوك ولا جدك لا لا حبيب انا حب ندور لبيعته وانما هو معانا له رزق بوك وله رزق جدي هذا هو 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 رزق جبوني طلب مني ندور لبيعته وهذا وهذا منه زعمة انت قلت لي حد بتبيع الحوش لا واعتبرني سالتك نفس السؤال خلاص احنا ما قلناش لحد بنبيعه هذا رايك لكن الاستاذ نوري يبي يبيع حق والله جدي ليه هو جد نوري وجد هروده ايوه وجدي ليه هو جد بوعديله وجد نوري يعني خود لا وانت الصادق اولاد عم عقارب يعني يعني بويا ليه خو بو هروده ايوه وبويا ليه ايوه خبو نوري ايوه خبو بوعديله باختصار باختصار اقارب لا وانت الصادق اولاد عم هذا كويس تو مره متاكم اولاد عم لابد تعرفوا ولد عمكم نوري وين قاعد انت تبي نوري وين يقعد ما هو اي والله نوري تو يا سيدي لازم يكون قلت وين قاعد تفكر تعال معي بس خلي نفكر نوري تو لازم يكون وين 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 ايوه لقيتها لازم يكون في المكان اللي قاعد فيه يا عيني عليك والله ايوه اما لا تعرف صراحه يعني وانت يا استاذ سعوديله ما تعرفش ولد عمك نوري زي ما كان قاعد تو لا أنا شدي على الناس اللي تربطني بيهم روابط فكرية وروحية الذهبي أهرودة لأن ديما مع بعض أفهمت أفهمت أما أنا بالذهبي إذا كان جالس تدور ما يقول لي جيلي في القهوة أعمل معه أول ما أصف فم البابك ولا أحد يا الصراحة يا بدروان يا ولادي تفضل تفضل حاول من طريقي بالك
تفضل عكا في انتظارك. عكا عكا خلوها لك ليك انت يا فالح. ها؟ وين الذهب؟ وين دسيتوه؟ شنو هي بضاعة ممنوعة عند السوق؟ مكتر دوتك حددها. مارش الذهب يا ابو عديلة؟ لا. لبس ما نتاش. كيف لبس؟ وين لبس؟ وين لبس؟ خوه الكبير سافر وسيبنا هو ليه يومين ما روحش للحوش. شو اللي خلى ولدك يسافر وسيب؟ مش عارف شو اللي خلاه يدير هيك. ولا معلش ودك سايبك يا سي المرداسي؟ أرد البيت محال. الله يجيب حالة زينة. لكن أنا خايف الولد الصغير يديرها ويلحق على أخوه ويسيبنا حتى هو. يا من ودعش منها توكيل ولا تنازل على حصنة بالحوش. مش هيك يا سي المرداسي ولا لا؟ توكيل شنو؟ أنا كان قصدي. خلاص خلاص ورايك انكشفت. الله 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 لا يكشفنا. أنا أنت سيس المرداسي الراجل العادي. يدير وشنو هو اللي درته؟ ها؟ وشنو هو اللي درته؟ وانتم اللي يسمعكم تتكلموا يقول علي غلقة الركبة. أنت لا تقتلت ركبة كناون. تقدروش تقولوا لي شنو درت؟ لا ما درت شيء. انتم تحسبوها حاجه تماما. كل ما هنالك ان ضغط على الاسره وفرض رايه في موضوع الترميم، ولما اولادها رفضوا رايه خيرهم من امرين احلاهم محمد، يا اما يخضعوا لرايه او يسيبوا البيت. بلد يتمسك برايه لكن اخوه ما قدرش يقاوم، فكانت النتيجه انا سافر من بيته مكره. مش هيك يا سي المرداسي ولا لا؟ هو صحيح طلبت منهم يسمعوا كلامي واظن هذا شيء من حقي، وبعدين انا كان قصدي تخويفهم بس. انا هذا انت الدين يدير هيك في 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 حد عاقل يدير في ولد هيك يتهتل اللي له الموت اهو كلنا من هذه يا شلال. ايوه منهم لابو عديله وتبره وحوده، هم اللي غيروا افكار اولادي خلوهم يتنكروني. ربيتهم وكبرتهم ينصاروا بهيكل، وعمرهم ما واحد منهم على حس علي، عمرهم ما قالوا لا. سمعت منهم غير حاضر باهي عمرك، وسمعت منهم لأول مرة كلمت لا جت فداني زي الصاعقة، وأول شيء جت قدام عيوني وعدينا. أيوه وعدينا هو اللي علمهم كلمت لا. عملت المستحيل باش نبعدهم عليه وخاصة الدهبي، لكن ما فيش فايدة، الولد ما باش يسيبه. ما تقدرش تفصل على ذاتها يا سي المرداسي، لأن كلمة لا موجودة في أعماق كل البشر، بس في اللي يقولها غالبا إنه يعمل بيها، وفي اللي يقولها من غير ما يعملها. الذهبي كان من نوعها الأخير، ولما حان وقت نطقها قالها من غير خوف، وبعدين فلسفة الذهبي تختلف عن فلسفتك أنت يا سي المرداسي. لو تبعد علينا أنت حياتنا كلها انسجام، لو نفتكوا منك أنت عائلتنا كلها ذبح سي وزيت. طلبك مرفوض يا سي المرداسي. صدقت يا هروبة، احنا قاعدين دور نكلم شم العيلة وانت جاي باش تفرغ بيننا. هذا مش كلام. انت من طر العيلة مفروض انك تقرب القلوب من بعضها. مش تفرغها. وبعدين يا سي المرداسي وبعدين شيل ودي قدامي غير الخير. احنا مستغيين عليه وعلى خيره، المهم يخلينا في حالنا بس. على العموم الدهبي ما هو صغير ويعرف ما يصلح بيه. هو صحيح كبر لكن ما زال صغير في العقل والتفكير، وهذا علاش نخدع فيكم. الدهبي صغير في عينك بس، لكن عقله انضج من عقلك وتفكيره انضج من تفكيرك. وانا مش مستعد اخطأ علاقتي بيه مجرد انك تبي هيك. خلاص ما دام هذا رايت يا سي ابو عديله ما فيش اللي دخول فرص فيها. اصبر بس انا تبي نتقابلوا يا ابو عديله. نتقابلوا خلاص تو نشوفه. في ناس تقعد ناس ديما وفي في في ناس تستاهل عصا وشكيمة. عندك الحق يا وادينا. بس سي المرداسي من النوع اللي عينه في المخلة وعينه في النتر.
وحدين خير هذا مش فيه وين مشي البوي ما جاش هنا تو كان هنا خلاص هو وعديله اطلعي تحس والحل يا ابو عديله الحل ما في شيء يجي قبل وقته لكن السبب في غير ان كان تعرف بالعكس تعرف هو انك تصمم على موقف او تبدي رايك تتخاذل ومع ذلك الصبر شيء لابد منه خلاص. حتى لو قرر الانسان انه ما يبيش يسمع خلاص ما علينا نرد ونرتاحوا ونقول الحوش ليه ربي يحميه لا انا ما نعنيش الصبر بدون عمل احنا لازم نعمل بكل الوسائل من ضمنها الصبر ما نعمل بكل الوسائل تدروش تقولوا لي شو نعمل له يا خوفي لا يجي يوم يصبح حوش العيله مجرد خراب لا ما فيش داعي للتشاور حوش العيله من الاشياء الجميله الخالده اللي لا يمكن تبدلها هذا حوش العيله لكن العيله قاعده تتشتت تفكرتوش في اللي عدوا من حوش العيله تقدروش تقولوا لي شو مصيرهم اللي عدى من حوش العيله تو يوري ليش بالسجن ورد ليلة تو يولي وتحلف ما غابش ولا ليلة لما يولي اللي عدى من حوش العيلة تو يولي ولجل الشجرة وضب الليلة تو يولي تو يولي وتحلف ما غابش ولا ليلة لما يولي لما يولي اللي عدى من حوش العيلة تو يولي تو يولي ولجل الشجرة وضب الليلة تو يولي تو يولي وتحلف ما غابش ولا ليلة لما يولي لما يولي اللي حط الحوش الغالي بين عيونه اللي ضحى بروحه ودمه ونور عيونه عمره ما تغيب ولا مره عن مضمونه اللي عدى من حوش العيله تو يولي تو يولي بس الشجره والظل تو يولي تو يولي تحلى من حوش العيله تو يولي تو يولي ولازم يرجع 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 في سرب الخطه في الزاهي لازم يرجع 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 سر بعيل اخضر في شياهي في ضحكة طفلة فرحانة في موالي هزك الحانة وفي ضحكة طفلة فرحانة في موالي هزك الحانة لازم يرجع 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 في سرب الخطة في الزاهي اللي عدى من حوش العيلة تو يولي تو يولي مثل الشجرة ورد الليلة تو يولي وتو يولي وتحلى انت ليه بعمل امشي روح بسرعة ابوك كان معاك الدنيا وانت من ضمن الجماعة اللي بلاقيها امه طبعا انا كان عندي شوية ورقات جايب ناخذهم ومحسن على طول لازم يبيني على خاطر التنازل على حصني في الحوش مش ها ولا جاي معاك ايه وعلى راي المثل اللي تخاف منه حديث ايه حرام الداع ايه الحوش حرام حرامي نعرض للبيع حوش العيلة حرامي نعرض للبيع حوش العيلة حب سكن في القلب أشي شيلة حرامي نعرض للبيع حوش العيلة حرامي نعرض للبيع حوش العيلة حرامي نعرض للبيع حوش العيلة حب من سكن في القلب أشي شيلة رامي نعرض للبيع شينك حالة والله
الحالة يصغر بنادم كان زاده بالا يخلط تراب الدهب بالنخالة يبدل تراب الدهب بالنخالة يضيع ديار العمر لاجل الويلة حرام عرض للبيع حوش العيلة حرام عرض للبيع حوش العيلة حرام عرض للبيع حوش العيلة حب سكن في الليل أشيشيلة حرام عرض للبيع حب شواره والله حب شواره لخلة الحرجان باللي طاره ولديارهم داره فلل ومسارد ولديارهم داره فلل ومسارد واللي يطلب تغييرها يا ويله حرامي عرض للبيع حوش العيلة حرامي عرض للبيع حوش العيلة حرامي عرض للبيع حوش العيلة حب من سكن في الهل أشيشيلة حرامي عرض للبيع طول عذابي رضي بطول عذابي رضي بدمي اكتبوا هجوابي إن كان دمي لم شمل أحبابي إن كان دمي لم شمل أحبابي رضي يكون العموج وفتيلة حرام عرض للبيع حرش العيلة حرام عرض للبيع حرش العيلة حرام عرض للبيع حرش العيلة حب سكن في القلب أشي شيله حرام عرض للبيع حرام عرض للبيع حرام عرض للبيع حرام عرض للبيع فضل فضل وعديلها موجود نشبح فيه وعديلها قولي ما جيش حد سأل عليها جي واحد سأل عليك اسمها عصفورة اسمها قصدك تقول أحلامي بالضبط وقال لك تلقاني في القهوة خلاص يا استاذ نوري هاي ما نرجولك خير من ندعي علينا البيع هاي يا رجل على صلاح وبعدين ما تخافوش ما بتطلبوا قاعد يستنى فيكم على خاطر الطامع في التفتيفه اللي بحصلها من وراكم التفتيفه تفتيفه تشني هذه سمصريه الحوش مسكين ما يحسبش ان انتم ما تقدروا تديروا شيء كيف عرفت احنا ما نقدروا نديروا شيء كنت علمك ان اغلب افراد العائله متفقين معنا هذا مش مهم أنا ما نسمحش لأي واحد يكلمني في الحوش باسم العيلة عم من عم ما تنساش إن إحنا الكبار في العيلة وكلمنا هي الأولى والأخيرة هو أنتم صحيح الكبار في العيلة لكن أنا ما نسمحش لأي واحد يكلمني في الحوش باسم العيلة ما نشكون هو اللي تبيه يكلمك في الموضوع أنا أكيد بالعيلة كلها مظبوط العيلة كلها لازم تخرب وقرارها هو اللي يمشي أنت مالكش الحق تقول أي كلمة وأحسن لك تقعد ساكت كيف كيف؟ نقعد ساكت؟ خلاص تمت استوانة العزف على العود وطلوع بيه ليوصل حوش وتمناني حدا من الكلام؟ أنا قلت لك تقعد ساكت يعني تقعد ساكت مدامني قادر على الكلام لازم نتكلم وبرا الأحلام يخير من عصابي الطور وما يحصلش طيب احترم نفسك يا هرودة أنا راهو من زمان ساكت وما بيش نتكلم لا أتكلم وش كل مالك؟ أنا مش معدل لا يا جيد المرة هذه تعدل بالسيف عليك غريبة أول مرة نسمع منك كلام زي هذا ما يكونش نبي تتكلم في الأخلاق والإنسانية والفن والأدب لا وانت الصادق نتكلم في الشرف والكرامة هذا موضوع مهم بس الموضوع يتعلق بك أنت يا أستاذ اسمعوا يا جماعة يكون في علمكم إن هرودة ما هواش بالعيلة وما عندهاش حصة في الحوش كيف؟ بالك بقى حالة وناس ما تبارك نوري راك تحاسب على كل كلمة قلتها أنا مستعد أتحمل مسؤولية كل كلمة قلتها يا ويلك يا ويلك لو فاكر كذب كلامي حق 100% وعندي دليل خلاص شوف الحجة اللي تبين من هو اللي كلامه صح ولكن تنسوا نصية أنا موافق على الحجة وعارف نصية وأنا موافق وأنا موافق وأنا موافق
يا كبد نكمل عقاب شبيبي حواش نضيف قلب يا كبد يا قداش فيها عمر هو حلالي نوري عقل ان شاء الله خير زعما يا كبد حلالي الجيم يكري والله يشريها الخربان يا ودي راهو شبحتي فيه شوطي ندير راوي جدا لكن ليه حص يا ليه الحاج زعما قداش معطيه هو حلالي قداش قال معطيه حوش ها قداش يا حاجه قداش يا حاجه زعما قداش عارفين كيف مالي حالي قصرت كل حاجه كانوا يا سي حمامي لا 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 ما تخافش
احمامي يعجبك ما خلاش الوقت يفوت على الفاضي. لا انا نعرف ديما قاعد يشلي بيكم حكايات الحلوه. هاي 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 سيدي ما انت الصادق خليت الزبون في جولة للحوش من برا. تعجبني هاي تحرك سي مسعود وفوت للراجل. هاي 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 شوف شوف هادي دا هادي دا هادي حكية دا هذا البير هذا الحوش هذا الدروش كل هذا يقولوا هذا الحوش اللي تب تبيعوه. ايه حوش مصنع منا خاف عليه من ايه. لكن خير هكي تقول عليها حفور هلال شير ودي لما يولي الحوش في حوز ما زي ما تدي. هاي هاي سي مسعود تعرف ورش الشراج الدور التاني. هاي 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 هو هذا الطابق التاني. ايه وكبير زي الطابق الاول بالصبر. لا هو وفي مطلع مستراح تاني حتشوفيه تقدر تستخدم لي بشر الغسيل وكل شيء او حمام شمسي. شي حمام شمسي كويس. هاي هاي هيا زود رقبه. هيا بوسع يا سي مسعود حرك ووريهم الديار. عال 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 هاي ذا لم ينولى. هاي حاجة عظيمة بصراحة حوش تحت صدقني عمري ما ريت. اسمع مش بعيد حتى ملاجم الذهب تلقاها فينا. ايه وين بكري بصراحة طبعا هاي قال لي حتى النجم الذهب تلقاها فيه زعما حاجه. يا ولدي حتى ريد تشبط معنا كما هي مليوله اطماع وقطع الركبه متحاديه بعيد السوء على وقعتي قد تكلم بحب وانت استاذ فعلا بابا خيف عطلت عطلتني نصايح سي ضو انت كنت عند الحاج ضو. ايه وما هو طلعت منه ويقول علي نصايح ما تخرطوش في الحوش لموا روحكم واهتموا بالحوش. الحوش راهو هو الحبل اللي لامش من العيلة. الحوش راهو كنز غير انتم مش حاسين بيه. ايه سيد ضو قال في حوش العيلة في كلام كتيجا ولد اقول لي شو قلت لعجمع اللي ما يبوش يبيعوا حصتهم في الحوش ما خلى ليش وقت للكلمة سمهم لي واحد واحد من قبل ما نتكلم. وشو قلت له بعد ما سمهم لك يا ودي مش هلا اللي قلت له هو اللي قال لي ان الجماعه اللي بيبيعوا الحوش لو يعرفوا ان هم التفكير هذا يضر بيهم ومش بصلاحهم ما كانوش فكروا. يا ودي ودي مش عارف اخي في الحاج هذا بها كله. فعلاش يا حاجه ما تعديش المهم في جماعه بيجوا هنا بعد شويه. ايهم وكانوا دابا كيف يشوفوا ساكم هم وصلوا. استنى معاك يعني انت مش التوكيل ولا خلاص طيب شنطه ما بنزل تبع انا شنطه انا اللي قدامك. وانت اللي لا زاد السوها عليهم.
الرجافة. حاجة ناشطة ربك يستر. بعديلة. أيوه أيوه ده. جماعة جوا معهم سمسار الشاي. ما تخافش. ما يقدروا يديروا حتى حاجة. وين ما يقدروا يديروا شيء؟ ده اللي يخوف. ما فيش حاجة تخوف. من غير الوصية ما يقدروا يديروا حاجة. ولهذا اللي مخوفني. خاف حصلوا على الوصية ويديروا بها زي ما يبغوا. ما تخافش. عمك دوره ما يعطيهاش إلا للإنسان اللي يثق فيه. بعدين اصبر. واللي يصبر ينول. ما تخافش. هذا مو بدينا جارك الجديد اللي كشري في الحوش. هذا اللي ما بيش يبيع حصتة. معليش بيع حصتك يا راجل تلقاها للعازم. مش وقت الخنقة فرج عليه. هيا جماعة روحنا ورانا أشغال ورانا أعمال. هيا تحرك هيا تحرك أستاذ حمام. الأستاذ نوني ما عندهش وقت. هيا دقيقة لحظة بس. على العموم راهو ابو عديده راس الفنان وجيرته الشرف يعني ما نتاكد وحتى لي فرحان بجيرته هل هاي بس ابو عديده حياته كلها فن زعما ما تضايقش معناه لا 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 المهم الكلمات اللي يقولها اما الباقي ما يهمنيش يا عيني عليه مزبوط اسمع زي ما يقولوا ما احلى يكف وهو خطيني هيا يلا بابا نشوف هيا 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 تبين لي اللي هو فهم قصدي بالضبط يعني الراجل ده فعلا وبالشكل هذا يعني انزلت قطعة صروف في كافة نوري ما تخافش إيماننا بوجهة نظرنا تخلي صروف نوري بقدر ما تزيد بقدر ما تنقص ما تخافش وبعدين أيوة لحظة بس إن شاء الله خير أهلا هرودة جيت في وقتك أهلا مسال ما تسكرش عندك الحاجة وراي حاجة مش معقولة وعليش مش معقولة شو حسابي ضبط ولا صنفرت لا غير قلت انت جيت بسرعه ما انا ما مشيتيش لبنتك كمان ما مشيتلهاش وعلاش انا قلتش خرجتش تعبس ناس بسرعه معلش معلش يا حاجه هذا طبعا مسماش شو بتقول ايه قولي يا حاجه نعم ما شفتيش الاستاذ سعيد اليوم لا وراس ولاداتي ما شفته ان شاء الله والله يكدل على ما شفته لكن دوا ابو هرده إيه؟ قال كيف كنت عند القلاب كيف كلهم وما قالكش حاجه هيك ولا هيك حاجه لا 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 قال لها وقال لي يقول لي بعديلة بادي دي بدء كل شيء على ما وراء يا عين يا عين اصبحت اصبحت استاذ سعيد كيف خلص روف نوري بقدر ما زيد بقدر ما تنقص يا سلام يا سلام استاذ سعيد الحاجه يعني الحاجه هي قطعه الصروف اللي تحولت من كفه كفه طبعا وعمتك الحاجه ضغط الصروف لها وزن يا سلام يا سلام
ومنيت نشوف نوري صفر في داره يرقص في كفته. لا لا يا هرولة، نوري مهما كان فهو لا قطعه من سكتنا. مشك يا حاجه ولا لا يا ودي؟ شنو هو اللي يهقي ومش يهقي؟ انا وراس بنيتي ماني فاهمه حوايجك. انا فاهمك يا حوايجك. شنو يا بابا؟ وعدينا يتكلم على الموضوع اللي كلمك عليه الاستاذ سعيد. انتوا تتكلموا على الاستاذ سعيد راجل بنت؟ ايوه. وش رايك في كلامه يا ودي؟ الله عندكم الحق. وتوه هاني فهمت. لا وشني ضرب المعامل اللي فيه يا بابا؟ كفة وصروف. نشهد بالله اني لي عمتكم الحاجة قطعة تصرف لها راسها يا بابا. يا عيني عليك يا حاجة، يا عيني عليك، يا عيني عليك. احنا كل يد تضرب لينا تزيد امنا بتكريم الحوش. يا سلام يا سلام. طيب يا ابو عديله، المفروض نغنوا حوايج الزمنيه احتفالا بهالمناسبه. انا موافق. وحتى هنا موافق. يعني عشت حساب الاسم. يا سلام، كيف ما عجبنيش يا استاذ نوري؟ هي حاجه توافق عليها انت وما تعجبنيش انا؟ خلاص ولا يا حمامي، عليك تتم اجراءات البيع. يا عيني والله كل شيء جاهز، بس عليكم تحيدوا موعد سمعوا فيه للراجل وتاخذوا فلوسكم. موعد؟ اذا كان مازال في وقت تونا مشوار. وان كان لا حتى غدوه الصبح. شو رايك في الموعد اللي حددوه جماعة؟ بالنسبه لي اي موعد يناسبني. خلاص، اما لا غدوه الساعه 8 بالضبط نتلاقوا بالقهوه ان شاء الله. ما تستناهوش يا حمامي. علاش؟ على خاطر موعدهم لا يمكن يصير منا ابدا. ما تسمع كلام حد، خذ لابور وشوفوا شغلكم، واذا كان ما يجتكمش في الموعد المحدد عندكم حق تتكلم. خلاص هو نشوف. انا قلت لك ما تستناهوش، وما فيش داعي تضيع وقتك على الفاضي. يا ابو عديله خيرك؟ خيرك راسك وراسي يا ابو عديله. انا حسبت كلمه للراجل. اعطيني كلمه مظبوطه قبل ما نمشي يا جماعه. ما فيش بيع. فيه بيع. ما فيش بيع. فيه بيع. ما فيش بيع. فيه بيع. ما فيش بيع. حاجة. اه. شو قاعد تقول؟ قلت لك ما فيش بيع. حاجة. اه. وجريك على التوكيل ورضيتك. اه. حاجة. اه. وتصميمك على البيعات باش تسقي في حوش جديد مسكر. حازة. والكلمة اللي أخذتها بينا. ولا تتكلم فيه. اعتبروني يا كابتن لي صغيرة ما عنديش كلمة. لكن قلت ما فيش بيع يعني ما فيش بيع. يعني نقصد حصة يا أستاذ دوري. المهم أنتم جايين في الموعد وغضوة وإلا لا؟ طبعا طبعا جايين. لكن عن فاضي. مش اللي يمنعنا؟ الوصية تمنعكم. الوصية؟ ايوه ايوه الوصية. ولا قبل ما كل واحد يقول راية، مفيش اي واحد يقدر يقول راية في الحوش اللي تجيه الوصية. كلام هذا مظبوط يا استاذ نوري؟ ايوه مظبوط. وقت نقدروا نقروا هالوصية يا استاذ عديد. والله هذا شيء يتوقف عليه السي دور. انا بعت لك تبرة وجلال وان شاء الله يكونوا ان شاء الله. يا ربي تبرة وجلال يا على ساعتك يا بنيت على ساعتك. بس 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 السلام عليكم. ايوه شو قالك سيدو؟ قال ما دامكم اتفقتوا ما عنديش مانع نعطيها لكم. واعطيها لكم؟ اي 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 ايوه. لا سلم هذه لي وقول قال لي اقراها عليهم وردها. هات وصيه يا جماعه. ابي توقف جلال لي اقراها مش انت. خلاص اللي قال سيدو ماشي. يا جماعة إذا كان ما تبغونيش نقراها ليه؟ كلامكم يمشي. لكن لك ما تقولش لجلال يقراها. وعلاش مش جلال؟ شنو معك الصوت؟ يا جماعة افهموني، احنا كلنا مستعجلين وجلال هاي تبينا فيها عار. الصبر الصيف الصبر طيب يا نوري باشا. حتي وصية مش اخذ إيجار ولا بيع. سلمك والله فم يا كبدي وسلمك زال وعدوك ما يطق الحوت. على روح. الوصية يا بابا تبي القراية بت بات والروية وحدة وحدة. استاذ مظبوط يا حاجة. على مود موافقين يقرأ الوصية جلال ولا يرد على السيدو؟ موافقين موافقين. حتى احنا موافقين. خلاص على بركة الله اقرأ الوصية يا جلال. ايوه حاضر.
نعد. صبر صبر يا ولدي. اصبر شوي والله روح. على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد أنا عبد الدايم اقتروا واعترف وانا بك كامل قوايا العقلية. بأن المسك كن الأهل بأهل عبد الله هو المعروف بحوش العيلة قد وردته من صاحبه الأصلي الذي بنى أردن حيا 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 وأصبح حيا 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 حقا مش 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 مشروعا لي ولابنائي من بعدي كا 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 كما توصفوا ذلك الحجة المربطة بلوصي رضي كويس. لجميع أفراد عائلة عبد الله والذين سيأتي ذكرهم في باب من يحق لهم الأرض على أن يتقيدوا بما هو وارد في باب كي 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 الاستفادة من البيت وهو استغلاله. إيه توا أبواب الوصية هي الوصية كيفاش فيها هذا؟ خمس بيبان. خمس بيبان ما هو؟ لا شوية. ترى تبيع فيهم الصبح. على مالك يا نوري باشا؟ خلي عندك شوية صبر. واحدة واحدة. زي ما قالت لك الحاجة واحدة واحدة. واحدة واحدة عليك واحدة واحدة. كمل يا زلمة. الباب في الأول في حق من يحق لهم الأرض. فالباب من يحق لهم الأرض. هي الأرض دي كل من المر تاتي عبد الله وهو أجنائي ومس بس 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 عود عبد الله وهو أجنائي أبو عديلة عبد الله وهو من فيه يورد هل أنت؟ هلو هلو يا
وريك. شو نقول لك توي نوري باشا؟ ليا حصة في الحوش ولا لا؟ أنا كنت غلط اللي اعتمدت على ولدي، لكن على العموم أنا راضي بالنتيجة. واللي يديرها هو ده ماشي، إن شاء الله حتى يقضيك. الظفر ما يطلعش من اللحمة يا أستاذ نوري. زي ما يقول مثل، اللي ليك ليك، يمضغك ولا يعديك. الله، استمر، استمر يا جلال، استمر. هيا 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 وحده. تي كمسكن لهم. وهو هو حي 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 حبس لا يباع وهو لا يشترى حتى داخل نطاق أفراد العائلة. وهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا اللي جاي في الوصية، واحنا قاطعين عهد على نفسنا بتنفيذ اللي نلقوه في الوصية. صار ولا صارش؟ صار، لكن ما فيش لك خافي نبلع.